ثمانية فئات معنية بالمنحة المالية الجديدة سبعة آلاف دينار لربات العائلات والمسنين والأشخاص من دون عائلة واثنتا عشر ألف دينار لذوي الاحتياجات البالغين السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذا تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها وحسب ما جاء في نص المرسوم فإن المنحة الجديدة تقدر بقيمة آلاف دينار أو 12000 دينار وهي موجهة للفئات من دون دخل الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة المقدرة آلاف دينار بخصوص المنحة الجزافية للتضامن هي التي تقدر بسبعة آلاف دينار شهريا فقد تم تخصيصها لكل من ربة العائلة أو رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل وكذا الشخص الذي يعيش بمفرده بدون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل واستنادا إلى المادة اثنان من نص المرسوم كما تم تخصيص منحة سبعة آلاف دينار للمراه ربه العائله البالغ عمرها اقل من ستون سنه وكاد الاشخاص البالغون من العمر ستون سنه فما فوق وغير موضوعين في مؤسسه متخصصه بالاضافه الى الاشخاص العاجزين والمصابين بداء العضال البالغين من العمر ثمانيه عشر سنه فما فوق ويعانون من مرض مزمن بسبب العجز أو المتحصلين على بطاقة شخص للإحتياجات الاحتياجات الخاصة كما تم تخصيص أيضا منحة سبعة آلاف دينار للعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغين من العمر أقل من ثمانية عشر سنة والمستفيدين من عجز مئة حيث تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به لنذهب إلى الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة المقدرة بـ 12 ألف دينار جزائري وفقا للمادة 3 من نص المرسوم فإن المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر بـ 12 ألف دينار جزائري شهريا سيستفيد منها كل من الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة والبالغون من العمر 18 سنة فما فوق والمتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وهذا بنسبة 100% مهما كانت طبيعة إعاقته كما تستفيد من منحة عشر ألف دينار العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% والبالغين من العمر اقل من 18 سنه ومتحصلين ايضا على بطاقه الشخص ذي الاحتياجات الخاصه حيث تدفع هذه المنحه لكل شخص متكفل به اذا اعجبكم الفيديو واردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب